كيما نهار دوار خونا الا قد يوار قد يوار هادي اسباب النس ترحب الإخوة الأخوات متابعي صفحة سوق قرية أركمان مباشرة من سوق أركمان قبيل عيد الأضحى المبارك. نزدا استقساخ الأثمنة أنظر كذلك أنواع المواشي المعروضة هنا للبيع بسوق أركمان مباشرة. إخواني متابعي صفحة سوق قرية أركمان استقسيغا وما ينوم شحال الثمن وانتا ما وشيناش اللي خصها تزيد الزنز شحال تستارد؟ 240 اقوم يا اسما وانيتا قابي البركه 220 ناس 220 انت تستار 240 اقوم يا اسما وانيتا يا اسما تستار 240 فرانك هذيك قابي البركه اقوم نشكر شو ما ينوش جواب التسعين اقوم شنو السؤال صور غير شارين شحال الثمن نسى فاميليا وانيتي؟ 500 ألف فرانك هذيك قربي البركة أقوم وانيتي تستر 5000 درهم هذيك قربي البركة جاو ربي التسيرة فاميليا السلام عليكم وما ينو شي خواش نصور شان صور غير دانيتا شحال الثمن نسى فاميليا ينو؟ أقوم يا تما وانيتا قربي البركة 280 ألف فرانك شحال العواصي اللي كاينين؟ تستردي سقم يا اسماء اسماء 280 فرانك هذه قربي البركة الزيارة بالتسير اخواني اخواتي متابعي صفحة سوق قرية أركمان مباشرة معكم من سوق أركمان سوقية فاميلية شحال الثمن سفر شحال الثمن شحال الثمن هو قام يا اسماء ما شتو الم وانيتا 240 الف فرانك قام في سنة 40 الف فرانك شي قال الشنا ومتكني واحد السن بالاثمنه شحال الثمن نسى فاميليا وانيتا 280 قام يا اسماء شي ناس انه ماشي ناي 280 الف فرانك قام وانيتا هذه قابي البركة مش حد يستر قانيتا صافي الله حوالي وانيتا تستر 280 فرانك يا اخي اسماء شتو الام هذه ربي تسير فاميلي شتو الام الاخوه الاخوات متابعي صفحه شوف قريه تركمان مباشره معكم اتبان عيد حتى العرض ضعيف مقارنه بالسنوات الماضيه شحال الثمن نسى فاميليا؟ 500 هذه شاري وهم شحال الثمن؟ 170 160 شحال هذه 6000 قول لي؟ 16 100 قومي يا اسماء وانيتا نشبع ذا يعجبا هي 6180 الف فرانك قومي يا اسماء شاري بمشنس تستر 680 الف فرانك شاري بمشنس لا وني تستر 5000 درهم ديك الشهر رقا وني قتصغد هيركا تتصغد موبيل اه 180 200 300 380 معقول شحال الثمن نسى فاميليا ينو؟ اسيدي عطاونا 235 235 وني توشينا سي يتما هذا عطاو فيه 240 هذا عطاو له 240 هذه قرب البركة الله يجيب لك التيسير فاميليا وانيتا اقامي يا اسمي تستر 180 المهم قد الشنوم اتسن بالاثمنه النيف الى قا بحال بحال عاود هذا من الشن شحال الثمن سنه فاميليا نو شن الناس كشاس ورد اسم النيبور شحال الثمن سنه العين شحال الثمن شحال 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 500 300 300 300
اول واحد اقام وانيتين نوم 300 الف فرنك يا اسمي لا 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 العيمي مش تولي الاثمنة سبقات وانيتي مقارنة كعمني عدو الخير موجود واسر الخير موجود الاثمنة الاثمنة مش قلت الاثمنة ثانيا غير الاثمنة سبحان الله الدفع الحمد الاثمنة ذي المستوى 3000 درهم خمسة ربي تريدي واحد إغلال خوز إغلال خوز الزاد جل مواطن من رواد سوق أركمان التسيودان قرناش التسيودان قرناش يمار إمار أزين مالي يا رني أزين مالي يا زين كيما وتوتك 600 150 أولي زوال حباك تنسى خو المواطن السوال أفلع عاود الله يحسن عاون مرة ستروا وال 150 ألف أخويا حمادة وانيتي أشهد الزور و 150 ألف وقيس 40 زور نهار قيس ها هو عمر صوزي الكسيف قاعد الحياة والله أحسن أقص حب بوعك الكسيف أنا غير مش بوعك الكسيف غير أو مش الكسيف ماني يا خوني الكسيف لا 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 والله هذيك كثار هذيك كثار وني 150 ألف قبل تغسل معناته تختم هذيك كثار الصراحة ولكن هذيك شفت 300 ألف 350 الف يوضوني باقي جي السي خمدي خو ملات مع الدفا مليانو معليش ملات مع الدي فيديو قال السوالك يودان المواطنين وديني من المشكل سيدني انا شرا رخي غلان شكل المواطن ياك وغير كبو شرا رني غشال الحاج غيرك مش توالي الثمن ان 150 الف فرنك مش توالي 150 الف باتر سما اللي يخدم باتر في الجهه أفجاد يخدم باتر 150 الف في السمونين باتر ويتي والو خاش نسيت في السمونين 3000 درهم يعني ثمن مناسب 3000 درهم 3000 درهم ثمن مناسب يونيز نوزو يونيز نوزو بك يا بخت شحال غاش تاع عامين تا 6 شهور والله يحسن عاود 16000 و 8000 والخو خص 5000 يتغيب الا لا ضرر لا ضرار خص المواطن وارد تضيع ونيز نوزو وارد تضيع عاود الله يحفظ بنادم هذا يقلع عاود شويه هذه يقنع الله يحفظ والديك اخو انت يا حوري ما رانيش 500000 اش نوا بالله تما بنادم يتعدى واو واو وين الخير موجودة يا تما السماء الحمد لله الحمد لله مرة تعيد ولكن الحمد لله اخويا حمد بنادم يكون ان شاء الله غير اللايف هذه ديالي غا بنادم السلام عليكم هذه ربي التيسير يا اسماء النعيمين واش عاونا شحال الثمن سافا مليانو شحال الثمن ها ماشي ديالي ماشي ديالك ماشي كباب بس كباب نس وغاس بو باب نس نده ها يجري شي تشكيزين 4 راه فاميليا نقد طلعت لا غيدي اما تبقاوش تعيطوا لي الاخوان راه بدلت ماشي انا محمد سالكيا زيد فاميليا نو قريه اركمان يعني تاع غرنغ يعني المشكل ديال يعني من ما غير تروح يغلق يغلى الحال سبحان الله العظيم الذي سلم لا المال لا من ذي ما يعقب غارنا المشاكل تغير لنا مثلا ديال النظور نشكا سي لي غلا ولكن نهارو يعقب غارنا يعني تي قريه تاركما غارنا غلي غلا ياك غارنا غلي غلا يطز دي قريه تاركما رغم انه المال مثلا ورد تيثبو المال لا يطز ورد بو يطز ويوضنا يطز مزيان نتمنى انه مثلا يوضنا نحل القدماء موريتين شويه النظام يبعدان من يسركن يودان رغم انه التسيع التسيع موجود ولكن غنتصل الفوضى المسؤولين زعما يعني خص المراقبه نعم خو عاود فلاح وما ينو يترو عاود يقراش قاع عامين شطر بي غتهز الشكا ديال تشد 150 فرارك المواطن عاود يترو لحسن عاون الخدايم والو مشيني فلاح واش مش نص القار مشين عندي قريه دار كمان فلاح كاين ديال المغرب مره وليدي جون مشان مثلا يسيري لي غلا مشان نبغي نسيري لي غلا اللي هذه هذه اللي غير مثلا يجي المستوى مثلا في مره الاخوان شتي تبان تقول الجنيت قد الثمن تقول الجنيت قد الثمن مهم ان شاء الله هذه قاب بالتوالي الخير وتمش نيت خص المراقبه دقه خص المراقبه وكي التسيود نعاود قرش قرب واحد صحاب الخارج انا رني دي الثمن انا الغفلان دقه حشومه دقه زعما ازرق اثبت لنا خكار دقه نشا فاميليا دقه ما نش يلا شي عاونا باش جواب بالتسيود
مش ولا ما اخواني اخواتي متابعي صفحه شوف قريه كمان مباشره كيمس السوق الثمن سنه فاميليانو 107000. اذا شفتين شحال داك سنت التالشك اليوم 107000 واحد 8 واه واه الله يحسن عاون الله يحسن عاون اقاومينا يقاس 107 وشيناس 107000 ماشي قيله 107000 فرانك مش حد سنت التالشك فاميليا مش حد سنت التالشك احنا ودانا اذا غيتفرج 130 انه 130 صراحه تعين ما قاميه 130 فرانك واه واه لا لا يوداني يتفرجنا تسلى اثمنه فاميليا واش عامل ربي يا ربي تسع اسمع اسمع شفت بنيد دوم غينير شحال ثمن فاميليا وني شيناش شيناش قابل اقمواني تا وشيناس 130 فرانك هذيك قابل بركه اقمواني هذه ربي التيسير فاميليا ديني يابي شحال ثمن سنه فاميليا ها واش شي شحال سنه تستاش حدي وداني توالا انا السن من غادي الله يمنس ني 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 بنادم خو السوق يا موكي السوق اقام الشوالا ما يسمى 230 فرانك هنا بعدا عجبناي الصراحه 230 فرانك اقام هنا عجبناي الصراحه 2300 درهم الشقه بقى راه متقى توالا هنا سبحان هنا شحال ثمن سنه فاميليا؟ مثال هذا قامينا الناس 240 فرانك 240 فرانك هنا 230 فرانك هذو ربي التيسيره فاميليا الله اخواني اخواتي متابعي صفحه شوف قريه كمان مباشره معكم السوق المواشي كمان شحال ثمن سنه فاميليا؟ وشيناش إنه مشينا 225 فرانك أقام قنيت شحال داك 6000 شكا فاميليانو 240 أقام 6000 داك 240 فرانك أقام قنيت يعني واردين بوش الثمن محدد مرة كون جنيتك الثمن الناس واردين بوش هادي ربي التسالة الأثمنة نسى فاميليانو الأثمنة وشيناش 190 شحال داك 6000 شكا 220 220 هذه قابل بركه اقام 6000 220 فرانك اقام كينا شتو على ما يسمى ويا تيخضر ديالنا شتا تيخضر 220 فرانك اقام هنا نشبدان وانيت السيده قاسنا خص السيده هنا القريه مانيش كتبوي خباش الزاوج اقام هنا الزاوج 220 فرانك قابل بركه ورت خون هارو دام الزوال عادي ودان وار زعيم هذه اللي الخير ان شاء الله واه هذه ربي التيسير فاميليانو يسهل ربي على الجميع خويا اخواتي متابعي صفحه شوف قريه كما نمشي ولا ما يسمى السماء مباشره شحال ثمن سنه فاميليانو 285 شحال 6300 300 فقط اقام يسمى مشي ولا هنا 3000 درهم 300 فرانك 200 فرانك اجي ربي التيسير فاميليا تعجيبا يا بنا اخبيض اسقر غادي ربي التيسير يقرا مين دين شان بنادم يتزير تا قبوت ها بنا ما تضح شوية خمس ولا ما ثمن سنة فاميليا اينو 270 وشيناش اقام يسمى السماء وانيتا وشيناش زي 200 وشيناش زي 270 فرانك وحتى مش توالي غنش مقارنة أنا كعملي عدون وحتى العرض والو هذا بوش العرض والأثمنة مش توالي الصراحة كم سيلو الصراحة يغلى الصراحة مقارنة أنا كعملي عدون ذا يمكن تفتح بيا مو الصراحة يغلى مقارنة شحال فاميليا 295 يمن زياد
قام وانيتا يسمى يمس 295 ألف فرانك هذيك ربي البركة. خونا فلاحي الترو المواطنين الترو صراحة مقارنة كعام يعدون واقي غلا مقارنة في السنة الفارطة حتى مش سقان المعروض من المواشيق ضعيف بزاف. ربما ربقى أسبوع عاد غيكون في الأربع الأخر ولا ما يسمع شحال الثمن السلفة ميالين؟ 400 اثنين يعني 225 اذا شفت 215 شحال ديال الستارش؟ شو اسمه 250 بحدث السنيو دان وها فاميليانو باش توالى انا الاخوة الاخوات اقاموا ان تستار 250 الف فرانك الشعور ناضبة فاميليين هذا عبد التسير أخير شتوى لا ما شحال قلت لي قبيلة ما أخذش ما أخذش شحال قلت لي ما أخذش هذا واه لا لا هذا هذا 235 235 هنا فرق هيت مروان هذا 240 الله يجيب التيسيره باش يشوفوا الناس الاثمنه صافي شحال هذه الاثمنه فمليان وسامحي قصد اخر تقلد ورد ها 160 180 شنو 160 180 فرانك بكانيت ها ولا الثمن مناسب باش توالي يعني اخواني استوى اخواني تاع اما خاذ انشا الاثمنه 5000 درهم راه لا يعقل كاين انشا الاثمنه 5000 درهم يشري بالنسبه لي بالنسبه اللي عنده الفلوس خليه يشري حتى بمليون فرانك اللي عنده الفلوس خلي يشري حتى بمليون فرانك. دابا المشكله الفلاح الفلاح كيبكي والمواطن كذلك حتى من سفه مليون حتى من حتى من اخويا وديع حتى من اخويا وديع هذه ثاني 150 الف فرانك بالنسبه شو بوفري يا مرسل يا عيد اقام 150 الف فرانك يا وليد والصراحه شو هذا يعجبو السوق الصراحه شحال فاميليين شحال الثمن اش ديال وهو بقى وصيغ ديش دقيق مش حتى مالسة فمية اللهم امين ورسول اقايا فاميليا مش حد يسنت تسترقينا؟ ايه عوكشيني مية ذي عوكشيني مية يمكن سمي يعني مشكلة أقام إنا مشيني مية ألف فرانك إنا ذي أرين شوية إنا شاد قنعقنش أقام السيدة قاسبوع عرقاك إنا شاد ذي أرين شي حاجة نشاد فكر مثلا 1200 درهم غيبيع هذا السيد انا بعدا شي جد بوبري امود والنت بلا بقيت السنه يتقل مشى يسوم بنا بقى بدا التيتر والنت جي او بي تي سيرا فاميليانو الله يسهل على الجميع شحال فاميلي شحال شحال تغادي يسني ذا فاميليانو 220 وشي ناش 250 زز انه 230 فرانك هذه زز السيداني تقام 2300 درهم 230 فرانك انه مزنوزي السيدة وصلوا هنا الى هنا هنا وصلوا هنا الى والصراحه اخوان اخوات متابعي شوف قريه صرفمان
فاميليا قد شنو واش نصور شحال الثمن فاميليا 260 ما مشيناش ما تشنا انه مشي مش حد 6000 ما حد ودانا 6000 اقام 280 فرانك اذا سي 6000 تقص قبل البركه والله الحسن عام وحتى يعني يا شرار ذوق لي نتمانيش ذوق موجود الخاوة ولا لا خرشك عمني يعدون ورده باش المهم خاتوا ولا ما يسمع السماء شحال فاميليا شحال فاميليا باش كاع ها الصور ان شاء الله باش تسوي تقراش تاعنا خاص تصور غير ماشي مزيك مزيك غير قرش تصور ماشي صور وا وا لاش مزيك غير ارسل يسوبس ايوا ني ماشي واش تصور مش حتى ما نسى فاميليا نو واش ندير 280 مش حد 6000 ناس انت تخلوش رقم واني 3000 3000 درهم يقدر يبيع هذا السيد واني تادي المستوى رجاء فاميليا و ترجاء فاميليا هذا 3000 درهم لهذا ايوا خويا عبد اللطيف مليح ما شفت والد الاسمين اخويا عبد الله شكون عاد مشاو عاد ورك الدوره عاد ورك الدوره المهم يسمى يسمى متابعي شوف قريه تركمان واخو الاثمنه تختلف انت شحال فاميليا اينو صداق شحال تمشوا مش حد 6000 256 6000 رقم واني 6000 دايس 250 فرانك يا اسمي جواب التسيرة فاميليا اينو الأثمنة قصري من 1200 درهم حتى 5000 درهم اخو كني وغا يحكمن كني وغا يسنن لما يدوم غانيني اخواني اخواتي متابعي صفحة شوف قرية تركمان انها الله ربع ندي بقار ان شاء الله مش حتى ثمان سنة يبينو ثمان سنة فاميليا اينو لا لا مش حد ستار ماشي وشي ناس حد ست ستار شك 100000 فرانك اقام السيدة انش قنع غنش انش 1000 درهم انش زنوزية قال لكم 1000 درهم هو كيبيع غيبيع ها شوبو بري امو قد ونيت 1000 درهم لهذا خلي حسن ابو رجله شي حفظات بالظرفات الله يرحم ليك الوالدين الله يجزيك بخير 1000 درهم وبالنسبه يوداني تخمن غير تهيدور هو تخمن بوغر تهيدور تهيد ما قاتل في شهر تبارك الله تهيدور اشي يحسب 300 880 الف فرانك ولكن خميس غات غير سلحه خميس غير موش حتى في شهر يضعف امه ولكن خميس غات غير سد القراص الخبره مقيس فرح البزواز كذا هذاني تاكني ونودع يا يتما الاثمنه خزري من نيتما شقيت الاثمنه اثمنه مناسبه ولكن ديري وذا الترون قناش غير مناسبه على حساب بوبري خطوري جديده الى ديري وذا القرناش ديري وذا القرناش خوش كبواتين كذا كعم مقارنة أنا كعمني يعدون مش توالي ذا مش توالي الحمد لله يرني شوي يعدونك السوقو السوقو هو السوقو هو هو نيشا غاك الحق السوق مني يظن غادي هو أكثر إن شاء الله إن شاء الله مش هالمادي هو هذا الصالح المواطن أكني وحفظ ربي إثماء مقارنة أنا نيشان أك السوق يعدون توقع رشي يودان جهنم يعني 3000 درهم 680 فرانك ولكن رغم ذلك اثمنه مقارنه انك كدعوا من يعدون الصراحه يغلى الصراحه سول نيشا
وقيل البركه يا نسيف فاميليا 285 يا فان ماشي علاش ما ستات اقام يسمى ان الشيناي 285 فرانك قرب البركه اقام قيل ميتين وثمانين فرانك هذا الشيء واحد تحية الإخوة ديال المصريين واحد السيدة قالت لك عايزة أفهم جملة جميلة جملة مفيدة تحية الإخوان ديال المصريين فاميليا بخير شحال تقعد يا سيدي فاميليا إن الله يرحم الوالدين 285 فرانك ما وشيناش ما تستات شيناس 285 فرانك قوم ياس ما وشيناس تبانيتها يعني كيلا قبل بحال بحال مره هاد الاخوان راه كنهضروا الشلحه نهضروا العربيه يا ريت لو كان كنفهموا لغات اخرى نهضروا بها يعني باش يفهم الجميع يا ريت يا ريت نتعلموا لغات اخرى كثيره باش كلشي يفهم هذا هو السوق اركمان اخواني اخواتي متابعي صفحه شوف قريه اركمان رشتوا الاثمنه مختلفه من بائع الى اخر واش سيبو شحال تقنا في مليون واقيله شحال تقنينا حدا السنين ولا 235 شحال ديال 6000 235 400 هذا 4000 درهم هذا قام واحد شوفوا الاخوان ديالي اول حولي شوف ديال مليح عندي هذا 4000 درهم هذا شحال ديال القواني تاع فاميليانو وايدك شي 270 شحال ديال 6000 الله راني نشوت عطاو له 270 فرانك قال لك يزيدوا لي شويه لا راه كاين كاين ناس اسمح لي كاين ناس شراو ديني ودان صغير ديني ودان صغير العنزي ولا بالعنزي ولا السلام ان شينا 270 فرانك وكاني تاير شفت ولا هذا هو بيتي سيرفي سكينة العنزي العنزي مش حالي قال عنزي يعني 30 فرانك أقاوم 300 درهم هذا وني تعيد الخل عنزي صحاب السكر 30 فرانك وشوف هذا مش حالي وانيتا 120 فرانك 120 هذا بيتي سيرفي ميليا شفتوا انا اخواني اخواتي متابعي صفحة شوف قرية تركمان هنا مرة 4000 درهم ياك نخضعوه إنه شوني غاي خضعنا 400 فرانك قمينا يصر معه ونعلينا على كيوه عدعين 4000 درهم الإخوان الأخوات متابعي صفحة شوف قرية تركمان مباشرة معكم هذا 4000 درهم أربعة آلاف درهم لهادو ولا دوانيتها 4000 درهم ياك؟ لا درهم مش حالي وانيتها؟ 275 مش حالي 6000؟ ازيدونا شويه نبيع 275 280 فرانك قوم ينزلوا زي تما 280 فرانك وانيتها الصباح بعدا 2800 درهم وانيتها 2800 درهم وانيتها الصباح شاري ذي المستوى وانيتها يستاهل كنا وعونا بيا يتما وصلتوهم نحشري مليح بارك الله فيك مليح غيروني سولت قبيلات باش الناس يعرفوا الاثمنه فهمتيني البلاد ديالي ماشي انا بنادم راه ما عندي ما ندير بنادم باش نصور بنادم ما عنديش فهمتيني يلا الله يسهل اهلا فهمي انت هو سهل كيف واه نعم سيدي راني في اللايف اخويا غنتلاقى ان شاء الله الله يرحم والديه مازال ما لقيتيهمش صافي غير مع الليل غندير لك السيرفيس راه كنت مشغول شويه مريض البارح غير مع الليل غندير لك السيرفيس ان شاء الله
البيرمي زيد البيرمي ولا كارت و... زيد سيفورو وزوز ورقه واحد ديال الديوانه واحد ديال مع اللي مع اللي غير نوصل الدار ديال الكسر بيكون هاني غيكون الله خير ان شاء الله. دير واحد الدور عند دارك واحد الدور عند البريد نسيت والو مع اللي غندير لك السيرفيس اخويا غيكون هاني طاش منين يخرج غير حتى صلاح اش الدعاء سمحيه فاميليا باكي ودان سكسان مش حتى غادي يفني 8 سن شنو اللي غاش 107 عارف ولا اني نخوضهم 125 125 يا فاتي 125 يوزن رو ايوا بزاف يعني صراحه تمارني السوق ياك اللي بتراح يبقى على الكرخو من غير تحمل انت تقع على السوق من غير تحمل انت لا لا مش حد يستارتك اللي ياسي واش 180 مريوتي 180 فرانك رقم وليتي 680 فرانك يا اسماء واه واه لا يودان هاد السنن واه يودان يتفرجنا هاد السن 180 1800 درهم لهذا انه 15 16 كيلو قاتلني انا جدي قرانتي 15 16 كيلو راه كاينه فيها قال لك 1800 درهم واه الله يسهل على كل واحد شحال فاميليا ينو فاميليا بصحتك فاميليا اخوان اللايف يوضع 1620 يوم قرب البركة خوتا صافي السلام عليكم تحياتي شلي ذا الظرافات مليح شحال فاش مليح كيش ندور راني قاعد مازال قاك يا استاذ نصر شويه اللعيبه ولكن غتوي الدهاري تشغلي حما شويه حما حما خويا خوتا صافي السلام عليكم مرحبا بك غير شوف قريه اركمان باش توالي الثمن السي خوتا صافي الثمن خلوك حما شويه يحما يحما بزاف يغلى الماء العيد ثمن مناسب ورزق ثمن مناسب ليس الغلاء أحول 150 في تك 200 عمل يغلاش هل اللي كاين يغلاش الشغلة يغلاش ليش يلا شعونا بدر سلنا نسحب أوروبا يو قداسم قداسم شاف أحمد عيخ عيخ النهار التالي ورد لا سحب أوروبا ولا سطك وقيت دي يعني دي أخ هذا سحب أوروبا قمل إذا سحب أوروبا عادي غا سنقسن أكيد نفرح دي يعني كوبريت نوا هذا إن شاء الله بعض والله إلا أغلبية مساكين قوتك المزرعة عايز ندري الله يحسنها الله يحسنها صافي أخويا حمادة الله يحفظك متشكرش بارك الله فيك يلا شعونا أبا مين واه واه هذاك اللي تودروا له الكواغ سميتو ابراهيم جابير على ما اظن ابراهيم جابير على البيرمي ديال البيرمي ديال البيرمي ورخصه السياقه و والكواغ ديال باكا ولا ما ديك الجراره الجرافه عفوا فاميليا نقا صدع سمحي شحال دايفني الثمن شحال فاميليا شحال دايس تترش اقم يا اسماء سمح لي الصداع فاميليانو ونساء قابل بركة 3000 درهم على البركة أقام 3000 درهم ونساء 3000 درهم 300 ألف فرانك دور بيتي سيرة فاميليا شحال يمنز ما يمنزني واش يوقيست باش حزيم شنو بدا في اللحز ماذا شيني ها سمجت ما يقاش مري غير شحال زين من زوانيتا ودي من 75000 الله يرحم والديك ايوا 75000 بقاش مري و 75000 باطل باطل هذا راه تباع ب 75000 فرانك ما كان حتى في الدرهم ديال من 1000 درهم خذني شي لحشه فاميليان وتسند كوري جريت لك الثمن مثلا شك الترخاص تقنع غادي نودان وقنع عندها شي الزريق الزريق تعاودني جاي من هذا حوريت قدي الشناقه الشناقه يومي تحت كاع وين يسابي نسن واحد قال لك بالنسبه لارتفاع الاثمان بعض الاضاحي ديال العيد قال لك السبب يعزى الى الشناقه كاينين الناس ما فلاح ما والو كيشري وكيعاود البيع ياك على الفلاح وكيجرك يعاود الله يرحم والديك كيبغي يدي 100 فرانك ما يخدم ما يدير والو 50 60 فلاح فلاح مسكين حولي كيبغي يقد ما باش يدي الحولي باش يدي رقم وانيتا 75000 فرانك
أقابل بالبركة. وينك صغير كيف هي؟ وقي صغير مش حتى من سفه مليون؟ تولي وما تولي تأكدوا اني تأكد أقل في الدمضة سيني ومن وين غيوي؟ أقل وين صافي وني داشي اشتاب انت 220 فرنك قومي ايتنا 2200 درهم ما يعني ثمن بالنسبة للأسرة تبارك الله 220 فرنك ونيت وملاحظة في محلها قال لي واحد السيد قال لك اودي راه كاينين الناس ما عندهم لا علاقة لا بالمواشي لا بالفلاحة كيشريو كيعاودوا البيع هما اللي كيغليو يعني كنسميوهم الشناقة حنايا يعني. مش حتى من ساعة زينو؟ واه لا مش حتى زينو زيدك 110 ألف فرنك ما عرفت فوق شناهي 90 أقومي أي ثمانية ستار 110 1100 درهم هذا 1100 درهم هادو 110 لار لو نتا الصراحة الثمن مناسب هو نتا سواء كانت تكلم عليك ثمن مناسب بعدها أما كان شي واحد 5000 درهم 4000 درهم ما قدرش نشري أخويا صراحة هضرونيش الله يجيب التيسير الله يسهل الأمور كان واحد المسألة عمي كاينين الناس كيشريو ما عندهم لا علاقه كاع بالفلاحه ياك كيشريو كيعاودو كيغليو واش كتقول لهاد الناس هاد ولاد الحرام اش كتقول لهم ربي يهديهم داكشي اللي كاين نيشان قال لك واحد السيد نيشان قال لك كاينين الناس لا علاقه ما عندهم حتى علاقه بالفلاحه كيشريو الحولي وكيعاود الشناقه وكيعاودوا له البيع هادو اللي كيغليو السوق ما لقيت ما نقول صراحة شي كيقول لك غالي شي كيقول لك ولكن بالنسبة لي مقارنة مع السنة الفارطة راه غالي بزاف كما المهم بزاف ديال الآراء اللي استقيناها هنايا من سوق أركمان بزاف ديال الآراء شي كيقول لك راه الجالية اللي كيجيو الناس كيغليو حشومة هذا الشيء زعما بالعكس منين غيجيو الجالية خص حنايا نخفضوا الأثمنة باش يفرحوا معانا راه بزاف ما شفناهم ما شافونا ماشي راهما ناس ماشي نبقاو نعتبروا جاليه يعني نشوفوا بنادم كفلوس راه المهم كاينين الناس عاود اللي كيشريو كما قلت لكم كيشريو الاكباش ما عندهم حتى شي علاقه بالفلاحه المهم راه عيقنا عليكم يمكن راه بزاف ديال الناس شافوا الروبورتاج من الاول غنودعكم على امل نلتقي بكم في فرصه اخرى ان شاء الله فاميليين وسط الدعاش شحال غادي تسند عزيزين 280 مش غادي ستار 310 رقم واني تعاود قابل البركه 320000 310000 غادي قابل البركه دير بيت سيره فاميليا شوف شوف
واش قلت تبريد غير الفرقه الشفار الموجود ها هو ديكلاس شنوه ناقص الشفار موجودين اش ماذا شارنا الشفار ناقص قداش تحشنوه ايوا المهم يا اسماكني وعاون ربي عيدكم مبارك سعيد ان شاء الله نتمنى يبدانا نسنقصن شي حاجه ديال الاثمنه صراحه نسنقصن هاد سنقصنا فاميليا هنا سنقصن باركي نزلو زاني تغير ماذا سنحرق ماذا سنقرد قال لهاد سي سعيد اشي عونا بدر فاتينو فاميليا نو تغوير عقيلة مش حال دايتني مش حال شي ناس مية مش حال دايتني ستة 150 اقوى 140 الف فرنك ايتني 1400 درهم لهذا يا ربي البركة كني وعاونا ربي يتما متابعي صفحة شوف قرية تركمان واش راه بحال 80 واش السيد هو 80 لا السيد هو ما بغى 80 السيد هو 80 إلا الناس ياك شحال تغادي في 80 شحال 80 شي ناس 100 شحال 180 180 شحال ديال السيد تاب شحال حصل السيد تاب وما كينا قوم حسن شي ناس ماشي ناس 185 فرانك 185 شي ناس هنا قوا خوا ورديس البوثيدور مش حد يسد ستارش واه مش حد يسد ستارش كيف فاميلي انو 185 فرانك هكا قميل 1800 درهم لهذا خواني اخواتي السلام عليكم قبل شي شهر نمشي قاسو ها نورمال وين يغلي شاو وين يغلي شاو شو ذا الترون القناش قاتيم وغاي صغنوا شو ذا الترون القناش قاتيم غلا ها اكسمعت لو شي حاجة عجلي غلا دوز مشان خو خي هواد 235 شحال 235 هنا 220 زيز 225 زيز هذا الشيء 220 الف فرنك يزيد الزنزيتنا يعني الاثمنه تختلف من بائع الى اخر الاثمنه كتختلف من كل واحد وكيدير الثمن ديالو 235 دابا الفلاح الحقيقي الفلاح الحقيقي راه كيقلع اما اللي ماشي فلاح راه كيشري وكيعاود البيع وكيشرق عباد الله الفلاح الحقيقي راه كيقنع اللي ماشي فلاح راه كيدير الثمن كيشري وكيعاود البيع نهضرونيش يعني قرص داس مصار ولا ما بدا الشفار لا سباب ولا تقرص الشفره لا ولا تقرب سباب تصغط افلاح وني ترباني وشات اماره يزنو زاج الثمن المناسب يتجني كاليطوس يتهز ديال الصاغ يتعاود وتقرب سباب وني قرص شفار المهم شرارنا 220 235 فرانك 2300 درهم لهذا 2000 يعني 220 فرانك من الماضي واكل شات عيد باش خص 8 ان شاء الله 220 فرانك لهادو اكني وعاونا ربي يا اسماء السلام عليكم بقات 6 فاميليا واخا مش حد الثمن 300 ألف فرانك زلوزة ياك شحال يواني تا 155 ما يتستاري 155 لا الزنزي 1550 درهم 155 ألف فرانك باش تبع هذا راه تبع هذا 155 ألف فرانك يعني علاش كنقول لكم راه كل واحد والثمن ديالو يعني شي حد تلقى عنده الأثمنة مناسبة يا ربي البركة 155 ألف فرانك الزي منس أشفار ماشي سباب الفلاح اللي ضرب تمارة وكل وشرب كيبيع بثمن مناسب السباب كتشري للحولي كتبيعو بأضعاف ديالو هذا ماشي سباب هذا كنقولو له شفار هذا خوان نصاب علي
هذا سميتو شفار، هذا ماشي ماشي سباب. كيفاش كتسبب؟ تسبب يعني لا كتسبب مع الله، سبب يا عبدي وانا كمل هذيك الشفره هذيك. نعم هاي اه 4000 درهم سميتها التجاره، سميتها الشفره السي العلاوي. 335 اقام 335 فرانكين والخون شد الجمهور كاع حكمن ماشي نشيد اش غاين هنا اخويا. 335 فرانك عاودي لنا موحد. ها اكثروا معنا السبابه حتى في الصفحه معنا اللي كيسبوا. تشري العولي الحولي ب 1000 درهم كتبيعو ب 3000 درهم، هذه ماشي شفرة. خليونا ترونكيل، خليونا ما نبقاوش نزوقوا ما لا يحمل التسويق، خليونا الله يهديكم. يلا السلام عليكم. كلشي هذا يعيد، كلشي دقنا الهردنا حنا. اش قال كلشي هذا يعيد؟ شك صحار راقديس 4000 درهم ماني؟ كلشي هذا يعيد. غاديروا شي أثمنة مناسبة، الله يجزيكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.